أعلن أمامكم باسم كل اتحاديات واتحاديين أننا نشن لانطلاقة متجددة في مسيرة حزبنا. تقرير سياسي للمؤتمر الوطني 11 جاء يعني متميزا أولا باعتبار السياق الذي عقد في إطاره، لأنه جاء مباشرة بعد عدة أحداث من انتشار جائحة كورونا، من تغير طرق التدبير، من ظهور العديد من الاختلالات في المنظومة الصحية، في المنظومة التعليلية، في التعليمية، في منظومة الشغل. ورغم ذلك يعني استطاع المغرب أن يقوم أن ينجز المسلسل الانتخابي، لذلك تراكمت الأحداث. كورونا، المسلسل الانتخابي الذي بدأ من الانتخابات نتاع اللجان المتساوية الأعضاء إلى غاية آخر استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وتلاها مباشرة نقاش سياسي جديد على الساحة وهو تشكيل الأغلبية. لذلك كان من الطبيعي جدا أن يكون المقرر السياسي هذه المرة متميز، لأنه فيه جانب مبدئي دائم ومستمر، ركز على مبدئيات ثوابت الاتحاد الاشتراكي، ولكن كان ضروري اتخاذ موقف ليس بشكل رد فعل ظرفي ولكن بتحليل بعيد النظر. لذلك ما ميز المقرر السياسي هو أولا إبراز الطابع الموضوعي لدى أو لما يسمى بمحورية الدولة في المجال الاقتصادي الاجتماعي السياسي كما سنرى، وبين ما يدافع عنه الاتحاد الاشتراكي من الدور الذي ينبغي أن يكون للدولة. لذلك عندما نجمع الفكرتين نجد أن الاتحاد الاشتراكي بقدر ما يدافع عن دولة قوية عادلة بقدر ما يجد بأنه يلتقي موضوعيا مع أي مبادرة وطنية تشجع تدخل الدولة، ليس فقط للتحفيز ولكن لنقول الدولة الراعية التي تقوم بأدوارها المتكاملة في المستوى الاجتماعي لإقامة صرح الدولة الاجتماعية. لذلك كان طبيعي جدا أنه يقع نقاش، والغلاف الكبير لهذا النقاش هو أن الاتحاد الاشتراكي تم وقع في المعارضة. أريد فقط أن أؤكد على عزمنا على المساهمة في التحول التنموي الذي سيساعد على ترسيخ مجتمع متماسك واقتصاد منتج. الاتحاد الاشتراكي هو سليل يعني الاشتراكية الديمقراطية التي تعتبر بأنه الأدوار المركزية يجب أن تقوم بها الدولة، لذلك لا يمكننا أن نحرم الدولة من تدخلات، لكن نضع كل تدخل في إطاره. مثال، حنا صادقنا على الدستور منذ 62، دستور 62 وهو ينص على أن نظام الحكم بالمغرب ملكية ديمقراطية اجتماعية. هاد كلمة اجتماعية شنو هي؟ حنا نريد أن تتجسد وتتجسد بالفعل في التدخلات الاجتماعية للملك، لذلك لا يمكن إلا أن نكون بجانب هذا. أين يكون الاختلاف الآن مع الأحزاب الأخرى ومع أي سياسة عمومية للحكومة؟ وهو السياسة العمومية لتنفيذ هذه السياسة العامة للدولة. هنا طبعا الاختلاف كبير جدا. أعطيك مثال بسيط، الآن هناك حديث عن الحماية الاجتماعية، وفهمت على أن الحماية الاجتماعية هي أن الصناع التقليديين، الأطباء، المهندسين، المحامين يؤدون 1.5 من المداخل للاستفادة من، احنا كنشوفوا العكس، هذه مش هذه الدولة الاجتماعية، هذه فقط تدخلات اجتماعية، سياسة عمومية للتدخل، ولكن ليست هي الدولة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بفضل التدخل الاقتصادي الكبير للدولة لتدمج المغرب في سلسلة إنتاج عالمية قادرة على تحقيق الفائض الذي يمكن من خلاله تمويل الخدم. إذن فرق شاسع. إذن نتفق مع الدولة، نتفق مع المؤسسة الملكية في تصورها للعمل الاجتماعي، ونختلف مع الأحزاب في طريقة تدبير هذه الملفات.
لتمكين بلادنا من كسب الرهانات الديمقراطية والتنموية المطروحة عليها. صراحة التقرير السياسي هذه المرة كشف عن جميع الجوانب التي من خلالها تتحدى ملامح الحزب، الملامح التنظيمية، الملامح السياسية، الحزب في حالات الاستثنائية، موقف وجه الحزب في وجهه الانتخابي، الحزب في وجهه السياسي، الحزب في ساحة المعارضة. إذن الكل يشكل أجوبة عن أسئلة حارقة سيكون لها مؤكد ما بعدها، لكن ربما الجمهور المتتبع لم يتابع النصف الثاني من التقرير والذي هو برنامج عمل. هذه المرة لم نكتفي بالقول على أنه بالعمومية، ولكن جسدنا ذلك في إطار محاور كبرى: إصلاحات مؤسساتية، دستورية، سياسية، ثم اجتماعية، مجتمعية، اقتصادية، ثم هوياتية، لغوية، ثقافية. وهذا أعطى يعني أعطى للتقرير السياسي رونقا جديدا، وهو أنه تقرأ فتجد خارطة الطريق رغم أنها عامة لكنها تحيل على الوثائق وأدبيات الحزب، اللي هي البرنامج الانتخابي 2011، البرنامج الانتخابي 2016، المساهمة في الندوة أو في الندوة الوطنية حول الجبايات، النموذج التنموي الجديد، وهكذا. إذن يسهل أن يكتشف القارئ إذا قرأ المقدمة وبعض الأقسام المهمة على أن الاتحاد الاشتراكي يدافع عن دولة قوية عادلة، وهو مستعد وقادر على الاستمرار في رفع شعار الوطن أولا وليس الحزب، وهذا يخلق واحد التمييز داخل الحياة الحزبية والسياسية، لأن الهدف اللي غادي يقوينا هو الحرص على استمرار وحدتنا. إن ما يقع بالنسبة إلينا هو الخلط الواقع في تعريف الحزب السياسي. الحزب السياسي 62 يساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم، لذلك الجميع المغاربة يعتبرون بأنه لدينا تعددية حزبية مفرطة 30، لا، راه عندنا غير واحد 6 ولا 7 ديال الأحزاب التي تمثل المواطنين، أما التي تؤطرهم ينبغي أن يفتح المجال لجميع الجمعيات لتمارس العمل السياسي. إذن يجب على الدولة أن تميز في التنظيم القانوني ما بين الأحزاب التي تمثل المواطنين، هذه خصها شروط، خصها أوراق سياسية، وما بين الأحزاب التي تؤطر المواطنين فقط، هذه وخا يكون عدد ديالها حتى 50 أو 60 لا تضر. آنذاك كلما تقلص عدد الأحزاب الممثلة للناخبين والناخبات كلما تبينت الطروحات. وغادي يبان آنذاك بلي كان واحد طرح اشتراكي ديمقراطي، كان واحد طرح ليبرالي، كان واحد طرح محافظ، لكن مع هذه الكثرة وهذا الخلط أصبح من الصعب على المواطن العادي أن يفرز داخل المشهد الحزبي بين حتى بين التيارات. لو سألته عن حزب معين تقول واش هذا محافظ ولا ليبرالي، يقول وسطي. إذن نتمنى أن تتم عقلنة تأطير القانوني للأحزاب السياسية.